ازيك يا جماعه؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من نتالكس. مكملين مع بعض في ال DNA manipulation enzymes. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن ايه؟ اتكلمنا ان احنا عندنا ال enzymes اللي mainly used لل DNA manipulation هم ال DNA polymerases, ال nucleases, ال ligases وال end modification enzymes. اتكلمنا المره اللي فاتت على ال DNA polymerase template dependent واخدنا كل الديتيلز اللي موجوده فيها. هنتكلم النهارده عن ال nucleases سواء كانت exonucleases او كانت endonucleases وال examples بتاعتها. بس كده ويلا بينا نبتدي. طيب اول حاجة بنتكلم على النيوكليزز. بيقول ايه؟ بيقول ان النيوكليزز دي عندنا range of nucleases, في range كبير كده من النيوكليزز found application in recombinant DNA technology, بيستخدم او بالابليكيت ات على recombinant DNA technology. بيقول لنا ان some nucleases عندها specific للDNA وsome للRNA, يعني في بعض النيوكليزز بتكون specific فقط للDNA وفي بعض النيوكليزز الاخرى بتكون specific بس للRNA. بيقول لنا ان بعضهم ممكن يعمل على فقط الدبل ستراند DNA و بعضهم ممكن يعمل على السنجل ستراند دي ان اي. ده معناه ان النيوكليزز بتختلف سواء كانت هي بتشتغل على دي ان اي ولا ار ان اي, او ممكن كمان تكون بتختلف على حسب هي بتشتغل على دبل ستراند ولا سنجل ستراند. طيب دي كده اول حاجه. عايزين نعرف ايه كمان عن النيوكليزز. بيقول لنا ان النيوكليزز زي ما اتفقنا ان هي متقسمه لاثنين, اكزو نيوكليزز واندو نيوكليزز. يعني ايه دي ويعني ايه دي؟ قال لنا ان الاكزونيوكليزز دي معناها ان احنا بنعمل ريموفينج, اكزو يعني بنعمل ريموف للنيوكليزز من الاندز بتاعه الدي ان اي او الار ان اي مولكيول. بنعمل ريموفينج للنيوكليز بس من الاندز, عشان كده اسمها اكزونيوكليزز. نيوكليزز جايه من النيوكليك اسيد, فهو نيوكليزز يعني بيحلل النيوكليك اسيد كده بيشيلها, فهو بيعمل ريموفينج بس من الاندز بتاعه سواء دي ان اي او ار ان اي, يعني بيشتغل على الاطراف, عشان كده اسمه اكزو نيوكليز. واتكلمنا عن ان بيبقى فيه من 3 برايم ل 5 برايم وبيبقى فيه من 5 برايم ل 3 برايم. بيقول لنا ان هو بيحتاج الدي ان اي 3 اندز تو دايجست, بيحتاج ان الدي ان اي يكون الاندز بتاعته تكون فيه عشان خاطر يقدر يعمل دايجست. والاكزامبل اللي على الاكزونيوكليزز قال لنا ال PAA او البال 31, ده بيكون 3 برايم اكزونيوكليز, يعني هو بيشتغل من ناحيه ال 3 برايم اند دايجست دبل ستراند دي ان اي, وبيشتغل على الدبل ستراند دي ان اي مولكيول من البوست تيرمني لو كان بريزنت ان هاي كونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني بيقول لنا ان البال 31 ده بيشتغل على ال 3 برايم فقط لو هو, احنا لسه قايلين ان هو ممكن يكون بيعمل على ال 3 برايم او ال 5 برايم, ممكن يكون بيعمل على ال 2 terminus, ممكن يكون بيعمل على دبل ستراند او سنجل ستراند, ممكن يكون سبيسيفيك للدي ان اي او الار ان اي. فهو بيقول ان ده اكزونيوكليز عباره ان هو بيشتغل على الدبل ستراند من ال 2 terminus لو هو موجود في هاي كونسنتريشن, وبيشتغل على 3 برايم اكزونيوكليز فقط, بيشتغل من ناحيه ال 3 برايم لو هو الكونسنتريشن بتاعته مش عالية قوي. بيقول ان it is primary activity is fast acting 3 prime endonuclease coupled with slow acting endonuclease. بيكون ال primary activity بتاعته بتكون fast جدا وبتشتغل على ال 3 prime exonuclease وبيليها slow acting لل endonuclease. بعد كده example ايه كمان عندنا؟ ال exonuclease 3 ده بيقول ان هو بيكون عبارة عن 3 برايم exonuclease forming 5 برايم protruding termini. يعني الاكزونيوكليز 3 ده بيكون عبارة عن exonuclease برضو بس 3 برايم, وبيعمل لنا عند ال 5 برايم كده ايه؟ protruding termini. protruding termini يعني نهاية فيها protrude, بتكون حاجة بارزة او كده. تاني حاجة عندنا الاندونيوكليز بيقول ان هي بتميك cuts at internal phosphodiester bone. ده بقى مش بيشيل الاجزاء اللي في النص بتاعت سوري الاجزاء اللي بره بتاعت ال DNA او ال RNA, دي بتعمل cuts في ال internal phosphodiester bone. يعني احنا عندنا ادي ال DNA عادي كده يجيلك مثلا هنا ويعمل cut, هنا يعمل cut, وهكذا بيعمل حاجات جوه ال internal phosphodiester bone, بيفك ال phosphodiester bones اللي جوه ما بينها وما بين بعض. بيقول ان هي بتبريك ان بتوين الدين ان نيوكليوتايدز, بتكسر ما بين الدين ان نيوكليوتايدز زي ما لسه قايلين. والاكزامبل عندنا في الدين ايز
1 ده بيكت الدبل ستراندد او السنجل ستراندد ات راندوم سايتس، وعندنا الاس 1 ده بيكت فقط السنجل ستراندد دي ان ايه او السنجل ستراندد ار ان ايه، واتكلمنا عليهم لما كنا كمان بنتكلم عن البوليمريزز في الحلقه اللي فاتت، وشفنا كنا بنعمل النك ازاي. تالت اكزامبل عندنا هو الريستريكشن اندونيوكليزز او الار اي اللي هو الريستريكشن انزيمز بتاعتنا، دي اكتر حاجه مشهوره ودي اللي هنتكلم عنها باستفاضه في الحلقه دي. بس قبل ما نتكلم عنها باستفاضه عايزين الاول نشوف الاكزامبلز بتاعت الاكزونيوكليزز. ادي البال 31 وادي الاكزونيوكليز 3. البال 31 زي ما احنا شايفين بيشتغل هنا على التو تيرمينال، لو هو موجود في هاي كونسنتريشن فادي ده شكل الدي ان ايه، بصوا خلاه قد ايه، خلاه كده اثر الدي ان ايه واشتغل على التو تيرمينس، ادي اهو كده اثر فيه، وده معناه ان هو ايه، معناه ان هو effectively shorten دي ان ايه from post terminal، عرف ياثر الدي ان ايه من التو تيرمينس لما وجد بايه بهاي كونسنتريشن. طيب الاكزونيوكليز 3 زي ما احنا شايفين اشتغل فين، اشتغل عند ال 3 برايم فقط، ادي هنا ده 3 برايم وادي ال 3 برايم، وساب بروتروتينج 5 برايم، ادي من الناحيه دي ساب بروتروتينج عن ال 5 برايم، وادي من الناحيه دي ساب بروتروتينج عن ال 5 برايم. ده كده الاكزونيوكليز والتو اكزامبلز بتوعها. كمان عندنا اكزامبلز على الاندونيوكليز، اتكلمنا اول حاجه على الدي ان ايز 1 واتكلمنا على الاس 1 نيوكليز. الدي ان ايز 1 زي ما احنا شايفين بيعمل نكس كده في الدي ان اي من هنا ومن هنا، وعندنا الاس 1 نيوكليز ادي برضو بيعمل حاجات شبهها، لكن ده دبل ستراندد لكن ده سنجل ستراندد، عشان كده قلنا الاس 1 بيشتغل على السنجل ستراندد لكن الدي ان ايز بيشتغل على الدبل ستراندد، زي ما اتكلمنا عنها في الجدول هنا قلنا ده ممكن يشتغل دبل ستراندد وممكن كمان يشتغل سنجل ستراندد اللي هو الدي ان ايز، لكن النيوكليز اس 1 نيوكليز ده بيشتغل على السنجل ستراندد سواء كان دي ان اي او كان ار ان اي. طيب دي كده الاكزامبلز بتاعت ايه، الاكزامبلز على الاندونيوكليز، احنا خدنا 3 اكزامبلز، ادي ده 2 منهم. ثالث اكزامبل وده اللي هيكمل معانا باقي الحلقه هو الريستريكشن اندونيوكليز او الريستريكشن انزيم. بيقول لنا ان الريستريكشن اندونيوكليز بتريكوجنايز سبيسيفيك بيس سيكونس ان دبل ستراندد دي ان اي اند كليف اون اور نير باي، يعني هي عباره عن انزيمز بتعمل ريكوجنيشن لسبيسيفيك بيز سيكونس، سبيسيفيك بيز سيكونس يعني هي معاها بيز معينه هي بتجري بتدور عليها، مثلا اي جي سي تي هي بتدور على البيز المعينه دي، دي سبيسيفيك بيز سيكونس هي بتدور عليها في الدبل ستراندد دي ان اي بتاعنا، بتدور عليها في الدبل ستراند من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وبتعمل كليفج عندها او نيرت، في انواع بتعمل كليفج عندها وفي انواع بتعمل كليف بس في مكان قريب منها. كمان بيقول لنا ان السيكونس دي السيكونس اللي هو بيجي يقطع عندها يعني وكده بتكون اسمها الريكوجنيشن سايت، وبيقول ان الريكوجنيشن سيكونس بتختلف من 4 ل 8 نيوكليوتايد اند ميني اوف ذيم ار بالينجوميك، يعني ايه، يعني احنا عندنا في سيكونس معينة اللي هو specific base sequence ال restriction enzymes دي بتدور عندها، المنطقة دي بتكون اسمها recognition site. recognition site أو recognition sequence دي بتختلف، بتكون حوالي من 4 ل 8 نيوكليوتايد، ده العدد الطبيعي بتاعها من 4 نيوكليوتايد ل 8 نيوكليوتايد، يعني 4 5 6 وهكذا، وفي العادي إن معظمهم بيكون إيه، بيكون بالندرومك. طيب يعني إيه بالندرومك؟ بالندرومك معناها إن البالندرومك recognition site دي إن هي بتريد ال same on the reverse strand and the forward strand، يعني ايه، يعني انا عندي ده ال reverse strand مثلا وده ال forward strand، انا ده كده forward A G C C، معناها ان وانا راجعة من هنا هقرا برضو A G C C، ده معناها palindromic sequence اللي هيتقري من الناحية ال forward هو هو اللي هيتقري من الناحية ال reverse. فبيقول زي مثلا كده عندنا 5 برايم جي تي اي تي اي سي وبعد كده 3 برايم، فالمفروض هنا يمسك ايه، يمسك 5 برايم معاها سي جي واي معاها تي، لو جينا قريناها كده هنلاقيها ان هي جي زي هنا تي زي هنا اي اي وده تي تي وبعد كده اي هنا برضو اي واخيرا سي واخيرا هنا سي وال3 برايم في الاخر وهنا 3 برايم في الاخر، هي دي البالندروميك سي. طيب ال restriction enzymes دي او restriction endonucleases دي اصلا بتكون موجودة فين؟ mainly هي بتكون موجودة ك adaptive immunity، موجودة فين؟ موجودة في البكتيريا،
البكتيريا بتكون البكتيريا اللي هو السيل بتصنع الريستريكشن انزيم دي عشان خاطر تقدر تعمل كليفج للفيج دي ان ايه في الريكوجنيشن سايتس المعينه دي. يعني احنا مثلا بيكون عندنا فيج دي ان ايه دخل جوه السيل بتاعه البكتيريا الهوست سيل، دخلت الدي ان ايه بتاعها، فالدي ان ايه بتاعها ده هيأذيها، فبالتالي لازم ترد عليه وتعمل انزيمز، الانزيمز دي تعمل ديجريديشن للفيج دي ان ايه الى سمولر فراجمنت عشان خاطر ما يقدرش يتعايش جواها. طيب هل السايتس او ريكوجنيشن سايتس اللي هي بتعملها دي مفيش شبيه ليها مثلا في الهوست دي ان ايه علشان خاطر تقدر تكسرها، فبدل ما تبقى بتكسر اللي بره تكسر اللي جواها؟ قال لك ان بيكون فعلا ممكن يكون في نفس الريستريكشن الريستريكشن سايتس دي، وان هي ممكن تكسر الدي ان ايه بتاعها، بس هي بتعمل حركه وهي ان هي بتعمل ميثايل جروب على الريكوجنيشن سايتس اللي موجوده في الهوست دي ان ايه بتاعها ده علشان خاطر تعمل بلوك للريستريكشن اندونيوكليز ان هي تشتغل، وبكده هي بتبروتكت البكتيريا الدي ان ايه من ان هو يحصل له كليفج. طيب ازاي الكلام ده؟ هنشوف هنا. ده الفيج دي ان ايه اللي دخل عادي، هو انميثايليتد دي ان ايه. فجالنا مثلا الريستريكشن انزيم بتاعه الايكو ار 1، ايكو ار 1 ده ريستريكشن انزيم اسمه كده، وهنتكلم عليه قدام شويه هنعرف يعني ايه ايكو ار 1 واسمه جاي كده من ايه. المهم ان دي السايت اللي هو بيعمل عندها كليفج، فهو بيجي المفروض يكسر عند المنطقه دي من الجي من هنا من الفايف برايم والفايف الجي من هنا بتاعه الفايف برايم. فهو دخل لقى ان الدي ان ايه موجود وهو مش ميثايليتد وعنده السايد بتاعته اللي هو بيكليف عندها، فهيحصل ايه؟ هيحصل الكليفج بتاعنا عادي، وده المنظر بتاعها، وهيبقى حصل ايه كليفج وعملنا الاستيكي اند. طيب لو احنا في البكتيريا السيل نفسها، ادي نفس السيكونس جي اي اي هي هي، وبعد كده تي تي سي، ومن تحت نفس الكلام، وان ميثايليتد، هتيجي يحصل ايه؟ يحصل ايكو ار 1 ميثايليز، هيجي انزيم اسمه ايكو ار 1 ميثايليز هيعمل ميثايليشن عند السايتس دي علشان خاطر الريستريكشن انزيم ايكو ار 1 لما يجي يشتغل مش هيقدر يكليف بسبب الميثايليتد دي ان ايه ده، فما يحصلش كليفج، فبالتالي يبقى حافظ على الهوست دي ان ايه، لكن قدر يكسر ويعمل كليفج للفيج دي ان ايه. ده العمليه باختصار. طيب الريستريكشن انزيمز دي ليها تايب، بيقول لنا ان في حاجه اسمها الايزوسكوزومرز، دي بتكون ريستريكشن اندونيوكليز بتريكوجنيشن السيم سيكونس. كلمه ايزوسكوزومرز دي معناها ان هي ريستريكشن انزيمز بتعمل ريكوجنيشن للسيم سيكونس، ماشي، سيم سيكونس فقط. تمام تمام. قال لك ان هي ممكن تكون نوعين، ممكن تكون ايزوسكوزومر فعلا، ممكن تكون نيوسكوزومرز. ايزوسكوزومر معناها ان هي pair of restriction enzymes، يعني احنا عندنا نوعين من restriction enzyme، يعني مش نوعين، معناها ان هما two types، ده enzyme وليه اسم مختلف تماما، وده enzyme وليه اسم مختلف تماما، لكن ال pair of restriction enzymes دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا recognize the same sequence وكمان بيقطعوا عند نفس المنطقة. فمثلا الاكزامبل بتاعنا ادي دي الريكوجنيشن سيكونس بتاعتنا، احنا قلنا ان هي سيم سيكونس كده كده، هم كل اللي هنتكلم عنهم الاثنين سيم سيكونس. لو هو ايزوسكوزمر هتكون مثلا السيكونس بتاعتنا هي السي جي تي اي سي جي. تمام تمام. عندنا ريستريكشن انزيم 1 اللي هو مثلا ده هيعمل كليفج عند هيبقى ريستريكشن انزيم للسيم ريكوجنيشن سايت، ونفس القط بيعمل فين؟ بيعمل القطع عند الجي دي. طيب احنا عندنا نوع تاني اللي هو restriction enzyme 2 ده، وادي الاكزامبل بتاعه، برضو بيعمل نفس السيكونس بالظبط، السيكونس دي هي هي دي وهي هي دي، وبيقطع في نفس المكان عند الجي اللي موجود ده. فبالتالي الاثنين دول نقدر نطلق عليهم ان هم ايزوسكوزمر، لان هم pair of restriction enzymes، هم نوعين مختلفين، ده type 1 وده type 2، pair of restriction enzyme specific same recognition sequence، وبيقط عند نفس المكان، الاثنين بيعملوا cut في نفس الايه المكان. طيب لو هو نيوسكوزمرز بيقول لك ان ده بيكون specific type subset من الايزوسكوزمر، يعني ده نوع من الايزوسكوزمر مشتركين في ان هما بيقروا نفس السيم سيكونس، لكن الاختلاف هنا ان هما بيكت ديفرنتلي، يعني عندهم نفس السيكونس بس بيكتوا في اماكن مختلفه. فعندنا مثلا السيكونس بتاعتنا سي 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 جي جي جي، عندنا الريستريكشن انزيم 1 بيقطع فين؟ بيقطع ما بين السي والجي دي. طيب عندنا الريستريكشن انزيم 2 ما بيقطعش في نفس المكان، هي نفس السيكونس يعني سي 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 جي جي جي، لكن بيقطع فين؟ بيقطع عند السي دي. فبالتالي الاثنين هما الاثنين دول يطلق عليهم ان هما نيوسكوزمر. ليه؟ لان هما بيقطعوا نفس السيكونس لكن في اماكن متفرقه او اماكن مختلفه. طيب ده كده
تصنيف بسيط للريستريكشن انزيمز ازاي بيشتغلوا. طيب هل الريستريكشن انزيمز دي ليها انواع؟ قال لك اه الريستريكشن انزيمز ليها انواع، وهي عندنا اشهر الانواع، يعني عندنا في تايب 1 وفي تايب 2 وفي تايب 3. تايب 1 ده قال لك ان هو عباره عن باي فانكشنال انزيم فورمد اوف 3 سب يونت، يعني البروتين ستراكشر بتاعه، احنا عارفين ان الانزيم مكون من بروتين، فان هو عباره عن باي فانكشنال انزيم مكون من 3 سب يونت. يعني ايه باي فانكشنال؟ يعني ليه وظيفتين مع بعض. تايب 3 برضو باي فانكشنال لكن مكون من 2 سب يونت، انما تايب 2 وده المهم عندنا بيكون سيباريت اندونيوكليز اند ميثايليز. يعني ايه؟ يعني الفانكشن بتاعته هو بيكون سيباريت اندونيوكليز لوحده وبيكون ميثايليز لوحده، فعشان كده اسمه سيباريت. الاستراكشر بتاعه بيكون سيباريت، لكن ده بيكون عباره عن باي فانكشنال انزيم سواء 1 او 3. تاني حاجه بيقول ان هو الكليفج سايت بتاعته بتكون نون سبيسيفيك، يعني ممكن يقطع عند 1000 بيز بير من الريستريكشن سايت بتاعتنا. مش احنا قلنا في الاول خالص ان هو ممكن الانزيمز دي تقطع اون الريكوجنيشن سايت او قريب منها او في جزء بعيد عنها؟ ده نون سبيسيفيك لان هو بيقطع حوالي فوق ال 1000 بيز بير او عند 1000 بيز بير او اقل من الريكوجنيشن سايت. يعني انت قد الريكوجنيشن سايت اهي، هو عند 1000 بيز بير او اقل من هنا يجي يقطع، فده طبعا نون سبيسيفيك. طيب تايب 3 من 24 ل 26 بيز بير داون ستريم الريكوجنيشن سايت بيجي يقطع. طيب تايب 2 اللي هو مهم بيقطع عند the same or close to recognition site، فده بيكون more specific، بيقطع عند the same او ال ايه ال close the recognition site بتاعتنا. طيب ال restriction methylation بتاعه ده بيكون mutually exclusive وده بيكون simultaneous، لكن الفرق ما عندنا اللي هو type 2 ده بيكون separate reaction، عشان كده قلنا ان هو بيكون ايه، ان هو بيكون ال protein structure بتاعته endonuclease و methylase مع بعض. اخر حاجة تايب 1 وتايب 3 الاثنين بيستخدموا اي تي بي، ولكن تايب 2 ما بيستهلكش اي تي بي، ما بيحتاجش اي تي بي عشان خاطر يشتغل. ودي مميزات تخلينا نبدا نتساءل او تخلي العلماء تبدا تتساءل عن تايب 2 ده. بيقول ان هو الموستلي يوزد. طب هو ليه موستلي يوزد؟ عشان خاطر السبيسيفيتي بتاعته، احنا لسه قايلين ان هو بيقطع عند المكان بالظبط او قريب جدا منه، ان هو مش بيحتاج اي تي بي. وتالت حاجه ان هو بيدينا انز كنترول ونقدر نعمل لها ليجيشن. طيب كده احنا عرفنا ان تايب 2 ده هو اكتر حاجه او موستلي يوز. طيب عايزين بقى نتكلم على السنجل ستراند اللي هو اللي بيعمله ده، السنجل ستراند بريكس اللي ممكن يعملها دي بتكون عامله ازاي. فبيقول لنا هنا ان هو بيميك سنجل ستراند بريكس، بيعمل بريكس كده سنجل ستراند، وان بريك ان ايتش ستراند ويتش ميك، احنا لسه قايلين ان هو بيميك سنجل ستراند جوه، لان هو اسمها ايه؟ اسمها اندونيوكليز، اسمها ريستريكشن اندونيوكليز. فبيقول ان هو بيميك سنجل ستراند بريكس، وان بريك في ايتش ستراند. يعني ايه؟ يعني ادي الستراند بتاعنا، هو هيجي يعمل سنجل سنجل بريك هنا وبريك هنا، فهو كده عمل سنجل ستراند بريك لده لوحده ولده لوحده، فهو عمل بريك لكل ستراند. ده تفسير الكلمه. طيب دي بقى البريكس اللي هو بيعملها دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون overhanging and protruding ends، يعني sticky ends من الاخر، وممكن تكون even cuts او اللي بنسميها plant ends. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هنتكلم عليهم دلوقتي. بيقول مثلا ان احنا عندنا في انواع overhanging and protruding ends بتقطع عند الفايف برايم، يعني المكان القطع بتاعها بيبقى قريب من الفايف برايم، زي الايكو ار 1 اللي احنا لسه كنا متكلمين عنه من شويه. ادي الفايف برايم وادي السيكونس بتاعتنا وادي الثري برايم، هو بيقطع قريب من الفايف برايم، بيقطع بعد نيوكليتيدية واحده من الفايف برايم يجي هنا ويقطع، فده معناه ان هو بيعمل اوفر هانج او بروتروتنج اند عند ايه؟ عند الفايف برايم. ادي برضو من الفايف برايم الناحيه الثانيه. في انواع تاني بتقطع قريب من الثري برايم، زي النوع ده مثلا بيقطع ادي سايب الفايف برايم جاي عند الثري برايم، مفوت واحده بس نيوكليتيدية وقطع في المنطقة دي، وادي الجزء المقابل ليها اهو عند الثري برايم وقاطع عند المنطقة دي، فدي بتكون اسمها overhanging protruding end او sticky end. ليه؟ لان المنظر عندنا بيكون عامل ازاي؟ بيكون الفايف برايم وادي الجي كل ده متساب، وادي الناحية التانية ادي الثري برايم وادي الجزء بتاعنا، وهنا نفس الكلام الناحية التانية فايف برايم وادي الجي، وهنا الثري برايم وادي الجزء المتعلق، فده بيكون اسمها الستيك اند او البروتروتنج اند، على عكس الايفن كات او البلانت اند.
بيقول لنا مالها، ادي اول اكزامبل عندنا. طبعا مش محتاجه ارسم اللي قدامها لانها هتبقى هنا 5 برايم، هنا سي سي سي، وهنا جي جي جي، و3 برايم، وبيقطع ايه، بيقطع بالظبط هنا، فمفيش حاجه بروتروتينج. فبيقول لنا ان restriction enzyme activity of one unit equals the amount of enzyme required to cut 1 microgram of DNA in its recognition site in 1 hour at 37 cc. يعني ايه؟ يعني restriction enzyme activity عشان خاطر تقدر تحدد الاكتيفيتي بتاعه الانزيم ده هو اكتف قد ايه او بيشتغل ازاي، بتاعه يونت واحده منه، هو ان احنا بنحسب الاماونت بتاعه الانزيم اللي احنا محتاجينها عشان نقطع 1 microgram من الدي ان ايه في recognition site بتاعته في ساعه عند درجه حراره 37. يعني عشان خاطر نقدر نقول الاكتيفيتي دي عاليه او الاكتيفيتي دي واطيه، بيكون عندنا ستاندردز معينه، وهي ان هو نسيبه شغال لمده ساعه عند درجه حراره 37 ونشوف هيقطع، يعني المفروض في الساعه دي يقطع كميه قد ايه، في احتاج كميه قد ايه من الانزيم دي عشان خاطر يقطع 1 مايكرو جرام من الدي ان ايه بتاعنا. طيب بيورينا هنا ان البروتروتينج بلانت اند مثلا عندنا ايه، عندنا ادي دي نيوكليوتايد ودي نيوكليوتايد، وادي ده ادينين جوانين سيتوزين سيامين، تمام. بعد كده عندنا نيوكليوتايد ونيوكليوتايد، وحطينا الريستريكشن انزيم، عملنا بلانت اند. بلانت اند الجزء اللي فيها اللي هو ده اي جي، لو بصينا الناحيه الثانيه تحت هنلاقي ده اي وجي، وهنا ده تي وسي، وده نفس الكلام ايه تي وسي. فده بتكون اسمها ايه، برودكشن للبلانت اند. برودكشن انا قريتها غلط، قلت بروتروتينج، برودكشن للبلانت اند، لان هنا مفيش بروتروتينج، مفيش بروز، هو خلاص اتقفل عليه كده، عامل زي السكينه اما قطعت خلاص مش محتاج حاجه. فده كده ايه، عملنا البلانت اند بتاعتنا. طيب البرودكشن بقى للستيكي اند، زي مثلا الايكو ار 1، ادي عندنا اي نيوكليوتايد موجوده في اليمين وفي الشمال، وبيورينا ان احنا عندنا جي اي اي وبعد كده تي تي سي، فهيجي يقطع ان احنا زي ما اتفقنا عند ناحيه الجي من هنا، وهيقطع عند ناحيه الجي من هنا. ادي ده الستيكي اند بتاعتنا، وادي دي الستيكي اند بتاعتنا. الستيكي اند بتاعتنا لو نلاحظ هنلاقيها هي هي، هنلاقي دي اي اي تي تي، ودي نفس الكلام، الستيكي اند بتاعتنا عباره عن اي اي تي وتي. لو بصينا بقى هنا هنلاقي ان في حاجات بتكون عندها سيم ستيكي اند باي ديفرنت ريستريكشن اندونيوكليزز. يعني ايه؟ يعني في بعض الاندونيوكليزز ممكن تعمل نفس الستيكي اند لكن هم اصلا انزيمز مختلفه، زي مثلا البام اتش 1 ده بيعمل ستيكي اند عباره عن جي اي تي سي، لو بصينا كده جي اي تي سي، بصينا على اللي بعده هتلاقي ان هو برضو جي اي تي سي، واللي بعده اللي هو ده هنلاقي ان هو جي اي تي سي. طب ما هو دول نفس الستيكي اند، بس لو بصينا للجزء اللي قبل الستيكي اند او الجزء اللي قبل ما يظهر، هنلاقي ان ده عنده في هنا سي قدامها جي وبعد كده نيوكليوتايد، هتلاقي ان ده عنده تي قدامها ايه وبعد كده في نيوكليوتايد، هتلاقي ان ده ممكن يكون اي نيوكليوتايد، يعني مش حاجه سبيسيفيك عنده، وده كمان عنده نيوكليوتايد مش حاجه سبيسيفيك عنده. فبالتالي ان في بعض ال restriction endonucleases بيكونوا مختلفين بس بيدونا نفس الستيكي اند. يعني احنا عندنا ده الانزيم الواحد بيدينا ستيكي اند معين، وممكن كمان تلاقي different restriction endonucleases لsequences مختلفة بس الستيكي اند بتاعتها بتكون واحدة، فبالتالي بيكونوا different restriction enzymes بتدينا نفس الستيكي اند. طيب ده بالنسبة لل restriction enzymes. restriction enzymes دي بقى احنا عمالين نقرا اسماء غريبة، بصوا ده اسمه ايه وده مش عارفة نقراه وده مش فاهمين الاسماء دي جاية ازاي. ازاي ممكن نعمل nomenclature او العلماء بيسموا ال restriction enzyme ده على حسب ايه؟ فعندنا مثلا لو اخدنا الايكو ار 1 ده كاكزامبل، عندنا اسمه ايكو ار 1، هل ده بيعني شيء؟ او بيعني شيء، كل حرف من دول بيعني حاجه. لو بصينا كده هنلاقي ان اي دي ستاندرد فور اشريشيا، اللي هو الجينس بتاع البكتيريا اللي احنا عاملينها ايزوليشن منه. ما احنا لسه قايلين ان الريستريكشن انزيمز دي عباره عن انزيمز موجوده ناتشرالي كاميونيتي للبكتيريا علشان خاطر تبقى ضد الفيجز اللي داخله عندها. فبالتالي احنا مستخرجين الريستريكشن انزيم اللي هو الايكو ار 1 ده من الاشريشيا كولاي. فاشريشيا اول حرف فيها اي وده الجينس بتاعنا، بناخد اول حرفين من السبيشيز اللي هو السي او بتاعت الايكولاي بتاعه الكولاي، فده اسم السبيشيز، فاحنا بناخد اول حرفين فيهم. والار ده بيانديكيت ليه السترين بتاعنا، احنا عندنا البكتيريا بيكون فيه منها انواع سترين، فالايكولاي السترين بتاعتها اللي احنا واخدينها منها بتكون ار،
و1 ده الاوردر الديسكفرد، زي مثلا ما عندنا دي ان اي بوليميريز 1 و2 و3 واسمه 1 عشان خاطر اول واحد يعني ده اول بوليميريز اكتشف فاتسمى دي ان اي بوليميريز 1 وهكذا. فده نفس الكلام ايكو ار 1 ده معناه ان الاوردر الديسكفرد للايكو ار ده كان هو نمبر 1 او ده كان اول انزيم يكتشف. طيب بالنسبه للريستريكشن انزيمز احنا كده اتعرفنا عليها، نقدر بقى نعرف الريستريكشن انزيمز دي ليها لازمه ايه في حياتنا واحنا بنستخدمها في ايه. فالابلكيشنز بتاعت الريستريكشن انزيمز اول حاجه ان احنا ممكن نعمل كاركترايزيشن للدي ان اي مولكيول، ممكن نستخدمها في الجين كلونينج، وممكن نستخدمها في الدي ان اي سيكونسنج. الريستريكشن انزيمز ليها استخدامات واسعه جدا جدا جدا، وعشان كده احنا محتاجين نعرف الفاكتورز اللي بتافكت الريستريكشن انزيم اكتيفيتي. اول حاجه ان البايوريتي بتاعه الدي ان اي سواء كان فري من الار ان اي او الاذر كونتامينتس دي بتفرق من الفاكتورز اللي بتافكت على الاكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي استخرجت ريستريكشن انزيم، الانزيم ده هيكون اكتيف او لا على حسب الدي ان اي اللي انت شغال عليه ده هيكون بيور ولا لا. ما ممكن الدي ان اي يكون فيه ار ان اي، ممكن يكون فيه كيميكال كونتامينتس، فده هيخلي ان الريستريكشن انزيم والدي ان اي اللي شغال عليه مش عارفين يتفاعلوا مع بعض لان في كونتامينتس حواليهم كتير، فبالتالي الاكتيفيتي هتقل. البفر البي اتش لو مش مظبوط، السولت كونسنتريشن لو مش مظبوط، هيخلي ان احنا عارفين ان كل انزيم بيكون ليه ظروف معينه يقدر يشتغل عندها، فلو الظروف دي مش متوفره صح والبفر اللي هو شغال جواه مش متوفر صح ده هيأثر على الاكتيفيتي. التمبريتشر لو كانت التمبريتشر اوبتيمم ان هو في انزيمز بتشتغل على درجات حراره عاليه، في انزيمز على درجات حراره قليله وهكذا. البايرتي بتاعت الريستريكشن انزيم نفسه، يعني احنا مش بس لازم نايزوليت دي ان ايه او نشتغل على دي ان ايه يكون بيور بس، لا كمان الريستريكشن انزيم نفسه يكون بيور. ما ممكن الريستريكشن انزيم يكون عليه حاجات هو كمان فيه كونتامينتس تخليه مش اكتيف. الدي ان اي ميثايليشن، احنا لسه قايلين ان الدي ان اي لو ميثايليتد عند ريكوجنيشن سايت هو مش هيشتغل اصلا، لان الميثايليشن جروب دي بتعمل بلوك ان يجي الانزيم ويشتغل عليها، ودي وسيله من وسائل البكتيريا اللي هي بتحمي نفسها. فانت لو حطيت له اصلا دي ان اي ميثايليت ان هو مش هيعرف يشتغل. الباوند بروتينز، احنا عارفين ان مثلا الدي ان اي بيكون مرتبط بهستونز او مش عارفه ايه او اي بروتينز موجوده عندنا، لو في بروتينز باوند معاهم دي هتقلل من الاكتيفيتي بتاعه الريستريكشن انزيم. الهاي كونسنتريشن من الدي ان اي، لو انت عندك اكسسيف دي ان اي هيدي فيسكوستي اعلى وهيدي مولكيولر ويت اعلى، وبالتالي ده هياثر على الفاكتورز اللي هتافكت الريستريكشن انزيم. وكمان الكونسنتريشن اللي انت حاططها بالنسبه للانزيمز الدي ان اي المفروض تكون مظبوطه. وعشان خاطر تقدر نظبط الموضوع ده ففي شويه براكتيكال تيبس كده لو مشينا عليها الموضوع هيظبط شويه. البراكتيكال تيبس دي زي ايه مثلا؟ زي ان الكونتامينتس اللي موجوده في الريستريكشن انزيم ستوك نقدر نعمل لها انهيبيشن وننهبت الاكتيفيتي بتاعتها، فبالتالي نقدر نديفايد الفريش ستوك الى سمول كوانتس زي 1 ملي بير ابندور ونتشينج التيب افري يوز. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي بدل ما يكون عندنا اللي احنا نشتغل عليه هو ستوك واحد، انا دلوقتي استخرجت الانزيم، الانزيم موجود هنا، انا بقى هفضل كل ما احتاج حاجه زي مثلا ان عندنا ميه، فالميه دي الانضف ليها وان انت تحافظ عليها من الكونتامينت ان انت تكون قافلها وما تحتاج ميه تصب او تحطها في ازايز صغيره كل واحد ليه ازازه، ولا يبقى هو ستوك واحد كل اللي محتاج حاجه يروح يحط وياخد؟ اكيد طبعا اما تكون متقفله. فهو بيقول ان احنا نديفايد الفريش ستوك الى سمول كوانتيتيز، نخلي مثلا كل واحد ملي في كل ابندور، ونغير التيبس اللي احنا بنشتغل بيها كل ما نيجي نستخدمها علشان خاطر نضمن ان الكونتامينتس ما توصلش ليه. تاني تيب معانا ان احنا better to add more restriction enzyme than incubating it for longer time because it may digest the DNA in non-recognition site. يعني ان انت تحط كمية اكبر من الدين ايه او من ال restriction site to more restriction enzyme بدل ما تستنى عليه وقت طويل، ده احسن علشان خاطر لو استنيت عليه وقت طويل ممكن يعمل اصلا digestion للدين ايه في recognition site مختلفة او non-recognition site بتاعك. طيب تالت تب معانا هو ان احنا نيوز من 2 ل 3 مايكرو بير مايكروجرام من الدي ان اي ايفن اف دايجستينج. تالت تب معانا وهي ان احنا نستخدم من 2 ل 3 يونت بير مايكروجرام اوف دي ان اي ايفن اف دايجستينج ديفيكلت سامبل، يعني نستخدم اليونت دي
البير مايكروجرامز حتى لو كنا بنعمل digesting difficult samples. رابع ستيب معانا هي ان احنا نستخدم اتنين restriction enzyme. لما احنا بنستخدم اتنين restriction enzyme مع different salt concentration لازم نتأكد ان you add the low before the medium and the high and the medium before high salt concentration. يعني نتأكد مثلا ان احنا لو هنبدأ نغير الconcentration فنبدأ الاول باللو بعد كده الهاي بقى الميديوم بعد كده الهاي. زي مثلا ما تكون عايز تعمل لحد شاي وانت مش عارف سكره قد ايه او هتظبطه ازاي، فهتحط مفيش شاي خالص، يدوقه مش عاجبه هتحط معلقة، مش عاجبه هتحط معلقة كمان. لكن لو بدأت بالاكستريم مش تقدر ترجعها تاني. اخر حاجه بيقول ان restriction enzymes activity is removed using phenyl chloroform extraction by heating or by heating to 65 degree for 10 minutes. لو انت عايز تشيل restriction activity بتبدا تستخدم phenyl chloroform extraction او تعمل heating عند درجه حراره 65 لمده 10 دقائق. طيب كده احنا عرفنا الريستريكشن انزيمز وعرفنا بنستخدمها في ايه وعرفنا التيبس بتاعتها. احنا بعد ما نستخدمها بقى عايزين نعمل اكزامينيشن للريزلتس بتاعت الريستريكشن دايجست بتاعنا. فبنعمل ايه؟ بيقول ان الدي ان اي فراجمنت ريزلتد فروم ريستريكشن انزيم نقدر نعمل لها اكزامينيشن من خلال الجل الكتروفريزز عشان نديترماين السايز بتاعها او المولكيولار ويت. يعني احنا دلوقتي كان عندنا الجينوم بتاعنا الكامل مثلا اهو، واحنا قطعناه بالريستريكشن انزيم، فادي ده الجينوم الكامل بتاعنا قطعناه بالريستريكشن انزيم ادانا فراجمنتس بسايزز مختلفه. هنبدا نجريه على جل والجل ده هيبدا يعمل لنا ايه؟ هيبدا يعمل لنا الفراجمنتس بتاعتنا مختلفه. فده بالتالي ده طريقه من الاكزامينيشن، ان احنا بعد ما قطعنا بالريستريكشن انزيم بنبدا نشوف السايز نترمين السايز من خلال الجل الكتروفريز. بيقول لنا ان من 150 بيز بير ل 50 كيلو بيز بير فراجمنت، الفراجمنت اللي ما بين التو رينجز دي نقدر نعمل لها سكرين من خلال 1% اجاروز جل، وده بيعمل لنا الشارب باند سيبريشن. يعني احنا لو عندنا رينج من 150 بيز بير لحد 50 كيلو بيز بير من الفراجمنت دي احنا نقدر نعمل لها سكريننج عادي من خلال 1% اجاروز، وهيدينا شارب باند. يعني ايه يدينا شارب باند؟ يعني الباند بتاعتنا تكون محدده كده وعارفين ان دي باند كامله، دي باند بتعبر عن فراجمنت كامله. لكن الفراجمنت اللي بتكون اقل من 150 بيز بير ممكن نستخدم من 4 ل 5% من الاجاروز جل. وبيقول في اللونج دي ان ايه بقى مولكيول زي مثلا الجينوميك دي ان ايه، بعد ما بنعمل دايجيشن وسكريننج البانز ممكن تبقى قريبه قوي من بعض. ليه؟ احنا عندنا كميه دي ان ايه كبيره، مش هنعمل 3 4 بندات ولا 5 بندات وخلاص، احنا عندنا كميه دي ان ايه كبيره وكلها تقطع الى فراجمنت صغيره. فبالتالي الفرق ما بين الفراجمنت مثلا المرسومه دي والفراجمنت اللي بعديها، نعمل مثلا الفراجمنت اللي بعديها بلون مختلف كده اهو، هتبقى قليله مع ان دي فراجمنت ودي فراجمنت، بس الفرق ما بينهم يكاد يكون مش متشاف اصلا. فبالتالي الباندز دي بتبقى so close to each other because this fragment with لان بيكون there are fragments with every possible lens. كل لينس معين ما بين كل لينس والتاني هتلاقي فيه احتمال ان يكون فيه fragment. وبالتالي ده حاجه بتعمل لنا حاجه كده في الجل اسمها السمير. السمير معناها ان الباندز كده تبقى داخله في بعض، مش عامله لنا sharp band separation زي ما كنا بنتكلم من شويه. هنشوف دلوقتي صوره السمير بتبقى عامله ازاي وصوره الشارب باندز تبقى عامله ازاي. ادي كده المقارنه ما بين الشارب باندز والسمير، بيورينا ده شكل الشارب باند. ادي الشارب باند محدده هي واضحه، ادي دي كده باند، واحنا من اللادر هنبقى عارفين ان ده عددها كذا بزبير. دي باند، دي باند واضحه، الفرق ما بين كل باند والتاني واضح. لكن لو بصينا هنا هنلاقي كله داخل في بعضه، واحنا مش عارفين نحدد فين الباند الاولانيه من التانيه من التالته، فده كده اسمه سمير لكن ده اسمه باند. فهنا كان بيقول لنا ايه لو نرجع هنلاقيه بنقول ان هو في اللونج دي ان ايه، يعني الدي ان ايه اللي هيكون كبير جدا هتكون صعب ان احنا نشوف الموضوع كده، لان هو بيكون الباند بتكون كلوز من اتش اذر وهتبقى صعب عليا اصلا ان انا اشوفها. طيب بيقول لنا ان احنا لو السيكونس بتاعتنا دي، عشان احنا برضه بنعمل اكزامينشن، لو السيكونس بتاعتنا دي والسايز بتاعها وفي ستارتنج دي ان ايه، احنا لو معانا سيكونس من اللي احنا بنختبرها السيكونس والسايز الاثنين بالنسبه لنا معروفين، او لو الاثنين مش معروفين. يعني عايزين نشوف احتماليه لو احنا عندنا سيكونس احنا عارفينها الستارتنج دي ان ايه، احنا عارفين السيكونس بتاعه وعارفين السايز بتاعه، ولا لو احنا مش عارفينهم هنا هنتصرف ازاي وهنا هنتصرف ازاي.
اول حاجه لو احنا السيكونس بتاعتنا نون، احنا عارفين السيكونس والسايز، فبيقول السيكونس اند سايز اوف فراجمنتس ريزلتنج فروم الدايجيشن. عندنا السيكونس والسايز بتاعت الفراجمنتس دي اللي طالعه من الدايجيشن ويز ا بارتيكولار ريستريكشن انزيم، من خلال الريستريكشن انزيمز معينه نقدر نبروتكت ونعمل لها بريدكشن يعني، والديزايرد فراجمنت نقدر نعمل لها ايدنتيفيكيشن من خلال المولكيولر ويت بتاعتها. ما احنا عارفين المولكيولر ويت بتاعتها، احنا عارفين السايز بتاعها وعارفين السيكونس بتاعتها، فاحنا من خلال المولكيولر ويت بتاعتها هنعمل لها ايزوليشن من البيوريفايد جل. ازاي؟ احنا دلوقتي عندنا الجل، الجل بيكون فيه حاجه اسمها اللادر، اللادر ده بيكون هو الانديكيتور بتاعنا، مثلا هنا بيحمل بيقف على البند اللي هتبقى موجوده هنا هتبقى من كذا الى كذا بسبير، البند اللي موجوده هنا هتكون من كذا الى كذا بسبير. فمثلا لو انا عارفه الحجم بتاع البند بتاعتي فمتوقع ان انا الاقيها في المنطقه دي او في المنطقه دي، فبالتالي انا هكون عارفه المكان اللي انا بدور عليه وهقدر اعمل له ايزوليشن من الجل واعمل له بيوريفيكيشن بعد ما ايه ما اخرجها من الريستريكشن انزيم. خلاص انا عرفت المنطقه دي عامله ازاي. طيب لو انا مش عارفاها، لو انا الديزايرد فراجمنتس دي مش عارفاها، مش عارفه زي ما احنا سالنا فوق كده السيكونس والسايز بتاعت الستارتنج دي ان ايه ده انون بالنسبه لي، انا هعمل ايه؟ بيقول لنا ان الديزايرد فراجمنت نقدر نعمل لها ايدنتيفيكيشن بس من خلال سوزرن هايبريدايزيشن تكنيك according to unknown sequence in the desired fragment to synthesize a probe for it. يعني ايه؟ عندنا في حاجه اسمها السوزرن هايبرديزيشن تكنيك، ده تكنيك بيكون عباره عن ان احنا بعد ما بنعمل اكستراكشن وبيكون عندنا البند بتاعتنا دي ببدا اخدها وانقلها على ممبرين، اترانسفير ممبرين. انا مش هتكلم على الديتيلز بتاعتها قوي عشان خاطر دي ليها حلقه لوحدها لما نيجي ننزل الكورس بتاع المولكيولر بيولوجي تكنيكس، بس عامه الجنرال رول بتاعتها او الوظيفه بتاعتها عامه بتاعت السوزرن هايبرديزيشن، احنا بيكون عندنا مثلا ادي الالكتروفريزز اهو وخلاص عملنا السايدس، بس انا مش عارفه البند اللي انا عايزاها، السيكونس اللي انا محتاجاها، الديزايرد سيكونس بتاعتي انا عارفاها بس مش عارفه هي مين في دول ومش عارفه السايز بتاعها ايه بالظبط من دول، ده انا عايزه ادتكت ده. فببدا اعمل لها ترانسفير على ممبرين، ممبرين كده بيكون نايلون ممبرين او بيكون نيتروسيلولوز، وبصنع بروب ليها، بصنع ليبل بروب. يعني انا بيكون عندي السيكونس بتاعتي انا بصنع الجزء الثاني بتاعها ده بيكون عباره عن ليبل بروب، بروب انا اللي عاملاه له ليبل مثلا راديو اكتيف اليمنت زي الفوسفور او كده، وبخلي الدي ان ايه اللي موجود عندي يكون سنجل وابدا اخليه يحصل له هايبرديزيشن، عشان كده اسمها سوزرن هايبرديزيشن تكنيك، عشان بعمل هايبرديزيشن ما بين البند اللي موجوده عندي وما بين الليبل بروب بتاعي. فبالتالي السنجل بند الموجوده عندي اللي هي بتاعتي اللي انا محتاجاها اللي انا بدور عليها والبند البروب اللي انا عاملاها الاثنين هيرتبطوا ببعض، فما باجي اعمل لهم ديتكشن مثلا بالاوديوجرافي بلاقيهم ان هم بالاوتوريديوجرافي بلاقيهم ان هم في بند كده مشاع، فالبند اللي بتشاع دي معناها دي ديزايرد بند بتاعتي، البند اللي مش هيحصل لها مش هتبان او مش هتظهر قدامي دي معناها ان هي ما حصل لهاش هايبرديزيشن، دي معناها ان هو البند دي السيكونس بتاعي ده مش موجود في المنطقه دي. فبرجع للاصليه وبشوف مثلا لو انا اللي نور عندي المنطقه دي فبرجع للبند الاصليه وبلاقيها مثلا اللي نورت هي دي، خلاص انا عرفت ان هي دي الجزء الديزايرد بتاعي، ابدا اعمل له ايزوليشن وابدا اشتغل عليه زي ما انا كنت عايزه. ده اختصار سريع كده، لكن ديتيلز السوزرن هايبرديزيشن ده له حلقه لوحده. دي صوره كمان بتوضح سريعا جدا عشان مش عايزه ادخل في ديتيلز السوزرن دلوقتي، بس دي بتوضح سريعا ان احنا ادي عندنا الجل بتاعنا واتعمل بند، وعندنا ده اللادر بتاعنا وماركر بحطناه في عشان خاطر يبقى فيه عندنا النيتروسيلولوز فلتر اللي احنا هنعمل منه كوبي من جزء الجل. احنا بيكون عندنا الجل بيكون فيه البند، احنا عايزين ننقل او نعمل نسخه كاننا كده بنصور ورقه من هنا ننقلها في ورقه تانية اللي هي النيتروسيلولوز فلتر، فاحنا ببقى عايزه انقل ده من هنا لهنا فببدا احطه في بطريقه معينه وبحط حاجات معينه في المحلول واحط حاجات كتيره كده علشان خاطر ابدا انسخ اللي موجود في الجل ده وانقله الى النيترو سيلولوز اخليه باوند مع النيوكليك اسيد. بعد كده بعد ما بعمل ده وكمان بخليه سنجل ستراندد، يعني بخلي الدي ان اي سنجل ستراندد بحطه
البفر اللي بيتحط فيه بيكون فيه انه اتش عشان خاطر يفك البين الحاجات اللي ما بينها وما بين بعض عشان خاطر يكون سنجل ستراندد. بعد كده البيبر اللي فيها السيبريتد نيوكليك اسيد دي بعمل لها هايبرديزيشن مع البلوك البلوت البروب وبقفل عليها. بالتالي بيبدا يحصل الرياكشن ويبدا كل بروب يمسك مع الكومبلمنتري دي. بعد كده ببدا اعمل ريموفل للانباوند بروب وابدا اعمل ووشنج والحاجات دي كلها. وبعد كده ببدا اعمل ديتكشن. فبقى عندي الاصلي اهو ادي الليبل ماركرز او اللادر بتاعي اللي انا عارفه منه السايزز، وادي الباندز اللي نورت. ما دام الباندز هي اللي نورت يبقى هي دي الباندز اللي فيها السيكونس المعين اللي انا بدور عليه. فانا عرفت ان الباند السيكونس اللي بدور عليه موجود في الباند دي، موجود في الباند دي، موجود في الباند دي. طبعا بيكون اسمه سوزرن بلوتينج لو هو للدي ان ايه، وبيكون اسمه نورثرن بلوتينج لو هو للار ان ايه. اسمه سوزرن على اسم اول عالم اكتشفه كان او اخترع الموضوع ده كان اسمه سوزرن. بعد كده لما عملوا حاجه شبيهه ليه بس للار ان ايه اتسمى بقى نورثرن على اساس ده ساوث، فده يبقى انا نورث وهكذا يعني. وبعد كده جيت عمل البروتين فبقى اسمه ويسترن، لكن الاساسي هو الدي ان ايه اللي اتعمل بسوزرن بلوتينج على اسم العالم اللي اكتشفه او اللي عمله يعني. طيب دلوقتي انا عرفت هعمل ايه لو انا معايا السيكونس بتاعتي سواء كانت نون او انون والسايز بتاعها. بيقول لك بقى ازاي نعمل ايدنتيفاينج للريكوجنيشن سايت بتاعت الريستريكشن انزايمز دايجستنج ان انون دي ان اي مولكيول ويز نون سايز. يعني انا بكون عارفه السايز بتاعتي. احنا فوق كنا مش عارفين السايز، احنا عارفين السيكونس بتاعتنا بس احنا مش عارفين مثلا السايز قد ايه. يعني اما اتكلمنا هنا قلنا بنستخدم جيل الكتروفريزز لو السيكونس والسايز بتاعتنا السايز بتاعتي انا عارفاهم. وهنا قلنا لو انا عارفه السايز بس مش لو انا عارفه السيكونس هعمل لها بروب بس انا مش عارفه السايز بتاعها. هنا بقى بيقول ان احنا السايز بتاعتنا عارفينها بس احنا مش عارفين اصلا الانزيم بيكسر فين. يعني احنا مش عارفين الانزيم بيكسر عند اي جزء بالظبط. فبنستخدم زي ما احنا شايفين كده ريستريكشن مابنج. يعني ايه ريستريكشن مابنج؟ ريستريكشن مابنج يعني احنا بنعمل ماب من خلال الـ restriction enzymes للـ sequence اللي عندنا ده. فـ for example احنا عندنا sequence مكون من 15 كيلو بيز بير. هنقسمه مثلا ان احنا عندنا 3 كل 3 بنعمل ايه؟ بنعمل علامة كده. فده اول 3 كيلو بيز بير، ده اول 6، ده اول 9، ده اول 12 لحد ما نوصل هنا لـ 15 وهنا الـ 0 بتاعنا. فاحنا هنجرب نحط اكتر من restriction enzyme ونشوف هيكسر عند فين عشان خاطر نقدر نعرف السيكونس اللي يعني الريستريكشن انزيم بيكسر قد ايه من السيكونس دي. فعندنا مثلا لو حطينا البام اتش 1 هنلاقيه طلع لنا طلع لنا الفراجمنت بتاعتنا تقطعها عند هنا عند المنطقه دي وبقى عندنا ايه ريزلتد 1 كيلو بسبير و14 كيلو بسبير. يعني قسم ال15 دول الى 2، واحد فيهم 1 كيلو بسبير والتاني فيه 14 كيلو بسبير. طيب نجرب نستخدم مثلا مع الايكو ار 1، فلقينا الايكو ار 1 قسمه لنا الى حاجتين الى 3 كيلو بسبير و12 كيلو بسبير. ممكن يكون جاي من الناحيه دي وممكن يكون جاي من الناحيه دي، ال3 وال12 العكس. تمام تمام جربناها مع حاجه تانية زي البي اس تي البي اس تي 1 لقيناه بيقسمه لنا الى المفروض هنا في واحده كده لقيناه بيقسمه لنا الى 8 كيلو بسبير و7 كيلو بسبير برضو باختلاف مين فيهم في انهي جنب. طيب احنا كده عرفنا كل restriction enzyme بيتقسم فين بس احنا مش عارفين المنطقة اللي هو بيقف عندها بالظبط. يعني احنا مثلا بصينا هنا لقينا ال echo r1 موجود في المنطقة دي او المنطقة دي انا مش عارفة هو بيشتغل على اي ناحية. لقينا هنا برضو ال pst موجود في المنطقة دي والمنطقة دي نفس الكلام في اللي كان فوق اللي هو ال pam h وهكذا. طيب انا اعرف ازاي؟ جاب لنا مثلا قال لنا ان احنا لو عندنا ده ال 15 كيلو بسبير بتاعنا احنا لما استخدمناه مع البام اتش قطع لنا زي ما شفنا فوق 1 و14. لما استخدمنا ايكو ار 1 بس عمل لنا 3 و12 سواء من الجنب ده او من الجنب ده انا ما اعرفش. البي اس تي 1 عمل لنا 7 و8 سواء من الجنب ده او من الجنب ده. طيب لو بصينا كده اللي انا كنت بقراه هنلاقي ان احنا في سطر فوتناه. احنا اتكلمنا عن ده اتكلمنا عن ده اتكلمنا عن ده وعن ده اتكلمنا عن دول، جينا هنا وفوتته. انا ما اتكلمتش عن الجزء ده ليه؟ لان لو نبص كده هنلاقيه استخدم البام اتش 1 اهو استخدمه هنا واستخدم معاه الايكو ار 1 اللي هو ده. يعني عمل كومباينيشن ما بين البام اتش 1 والايكو ار 1 لقى الريزلت بتاعتنا ايه. نمسح كل حاجه كده هنلاقي ان الريزلت بتاعتنا 3
و11 و1. يعني ايه 3 و11 و1؟ يعني قسمها، احنا لو عدينا التوتال بتاعها هنلاقيهم 15 بتوعنا عادي، بس قسمهم الى 3 كيلو بسبير و11 و1. لو بصينا للبان هنلاقي ان هو لما جه قسم لايه؟ قسم الى 14 و1، وال14 كانت من الناحيه دي، فبالتالي هو استنتج ان البام فعلا ده مكانه، لان هو لما قطع هنا لقاه 1 و14، ولما استخدم كومباينيشن لقاه برضو ايه، لقاه 1 هنا، فده عرف ان هو اللي عمله البام اتش 1، وما يعرفش في ال14 التانيين اشتغلوا ازاي، فلقى ان الايكو ار 1 قطع، فكده الايكو ار 1 يا اما مسؤول عن الثلاثه يا اما مسؤول عن ال11. فجيب خلاص كنسل شايف البام اتش 1، جه استخدم البام اتش 1 بس مع البي اس تي 1. لما استخدمه مع البي اس تي 1 لقى ادى 8 و6 و1، فبص كده لقى الواحد برضو مشترك، ففي وجود البام اتش 1 لقى ان هنا في واحد، ده لما استخدمه لوحده. لما استخدم بام اتش 1 مع الكومباينيشن بتاع الايكو ار 1 لقى برضو ان انا عندي واحد. لما استخدم البام اتش 1 مع كومباينيشن في الايكو ار 1 والبي اس تي 1 برضو لقى ان هو قسمه الى واحد، واللي هو من الجنب ده كده، فخلاص عرف ان اللي بيقطع في الحته دي هو البام اتش 1. خلاص احنا كده عرفنا البام اتش 1، هنسيب بقى البام اتش 1 كده متعلم عليه بالازرق وندخل في اللي بعده. طيب يجي يشوف الريستريكشن انزايم اللي بعده، وليكن هنخليه باللون الاحمر، اللي هو ايه الريستريكشن انزايم اللي بعده، اللي هو الايكو ار 1. جه في الايكو ار 1 لقى ان هو قسم الى 3 و12، يعني احتمال الايكو ار 1 يكون بيقسم الى 3 او 12، وممكن يكون من الناحيه دي او من الناحيه دي زي ما شفت. فجه بص في الكومباينيشن ما بين البام اتش 1 والايكو ار 1 لقى ان هو عنده رقم 3 بس ما عندوش 12، عنده 11، فلقى ان 3 هنا وهنا مشترك. جه شاف الايكو ار 1 مع كومباينيشن مع البي اس تي 1 لقى ان في ايه، في 7 و5 و3 برضو، فلقى رقم 3 هنا مشترك. جه بعد كده بص لقى في الايكو ار 1 مع الكومباينيشن مع البام اتش 1 والبي اس تي 1 لقى ان في هنا رقم 3، وكلهم كانوا فين؟ كانوا من الجنب ده، فكده هو عرف ان الجنب ده بيعمل لنا ايه، بيعمل لنا الايكو ار 1. فهو كده اكتشف حاجتين، عرف مكان الايكو ار 1 وعرف مكان ال بام اتش 1. ادي كده البام اتش 1 موجوده هنا والايكو ار 1 موجوده هنا. اتبقى معايا ايه؟ اتبقى معايا ال 11 دول، او ثواني نخليهم بلون مختلف. اتبقى معايا ال 11 دول، ال 11 دول انا مش عارف، هل هي ال 11 دول بتلعب عليها ايه؟ بيلعب عليها البي اس تي 1. فلقى ان البي اس تي 1 لما كان لوحده كان 8 و7، لما كان معاه حاجه كان 8 و6، وهنا كان 7 و5، وهنا كان 6 و5، فهو في الاخر لقاه بيقع بيندرج في الحته دي كده. فلما جه يشوفها خلاص حدد ان هنا الايكو ار 1 دي 3 والباب اتش 1 دي 1. وبعد كده لما جرب الايكو ار 1 لما شافها لان هو في عنده ايه، عنده الثلاثه موجوده الواحد موجوده، فما تبقاش غير 6 و5، فبالتالي قال ان بي اس تي 1 بتقسم الى 5 و6 لما بيكون عندها ال 11 دول لوحدهم. يعني ال 11 دول لوحدهم بتقسمهم الى ايه؟ بتقسمهم الى جنب 5 والجنب الثاني 6. لو حسبناهم هنلاقي ال 5 وال3 دول هيدونا 8، وهنلاقي ان ال 6 وال1 دول هيدونا 7. يعني هي كانت بتقسم على حسب الصورة اللي موجودة هنا، أو ممكن أعلمها باللون الأحمر كده، هيلاقي إن هي الـ PST1 بتقسم الجزء ده على أساس كده، هنا عنده 3، هنا عنده 3، وهنا 5، وهنا 6، فلما نحسب الاتنين دول مع بعض هنلاقي التوتال بتاعهم 8 اللي هم دول، والستة والواحد مع بعض هنلاقيهم 7 اللي هم دول، فمعناها ان ده النظريه الصحيحه بتاعت الاس بي اس تي 1. فهو كده قدر يعرف يعمل ريستريكشن مابنج لل 15 كيلو بسبير من خلال الارقام دي، شاف الحاجه المشتركه وعمل كومباينيشن ما بين الانزيمز عشان خاطر يقدر يتعرف عليهم. فعرف الايكو ار 1 بتقطع عند 3 من الناحيه دي، البام اتش 1 بيقطع عند 1 كيلو بسبير من الناحيه دي، البي اس تي 1 بتقطع الى زي ما جابها من اول مره من 8 و7، بس هو كانش عارف مين اللي الجنب ده ومين الجنب ده، فلما حسبها لقى ان 3 و5 في الجنب ده وان 6 و1 في الجنب ده.
طيب بكده انا اتكلمت على كل اللي كنت محتاجه اقوله عن الريستريكشن انزايم. نرجع تاني للخريطه بتاعتنا. احنا اتكلمنا على الدي ان ايه بوليميريز تمبلت ديبندنت، اتكلمنا دلوقتي وخلصنا النيوكليز سواء كانت اكزونيوكليز او انتونيوكليز، واتكلمنا في الاندونيوكليز خاصه على الريستريكشن اندونيوكليز او الريستريكشن انزايمز. دلوقتي هنتكلم عن اللايجيز. طيب الدي ان ايه لايجيز بقى دي عباره عن ايه؟ بيقول لنا هي جاي من اسمها دي ان اي لايجيز، يعني بتعمل لايجيز بتلزق الدي ان اي ببعضه. فهي في منها نوعين، في تي 4 دي ان اي لايجيز وفي تي 4 ار ان اي لايجيز. التي 4 دي ان اي دي بتكون عباره عن سنجل بولي بيبتايد، بتكون حوالي 68000 دالتون، وبتكاتالايز فورميشن للفوسفودايستر بوند ما بين ال 3 برايم او اتش وال 5 برايم فوسفيت ترمني اللي موجودة في الدي ان ايه، بتكاتالايز ان يحصل فورميشن ما بين التو ترمز دول ببعض، وبتحتاج اي تي بي. التي 4 دي ان ايه لايجيزز دي بتكاتالايز جوينينج ال 5 برايم فوسفيت ما بين السنجل ستراندد او سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه عند ال 3 برايم او اتش وال 5 برايم. يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين الدي ان اي لايجيزز والار ان اي لايجيزز، الدي ان اي لايجيزز بتشتغل على الدي ان اي نفسه فعشان كده اسمها دي ان اي لايجيزز. الار ان اي لايجيزز ممكن تشتغل على دي ان اي او على ار ان اي بس تشتغل على سنجل ستراند، فعشان كده بيكون اسمها ار ان اي، لان الار ان اي معروف عنه هو سنجل ستراند، فبيكون اسمها تي 4 ار ان اي لايجيزز. كلمه تي 4 جايه طبعا من المستخرجه منها، عشان عندنا في البكتيريوفاجز بتكون التي 4 وبرده بتريكوير اي تي بي. عامه اي دي ان اي لايجيزز، اي لايجيز بيحتاج اي تي بي. ليه بيحتاج اي تي بي؟ لان احنا بنكون بوند ما بين الفوسفيت بوند وما بين ال 3 برايم. طيب اليوزز بتاعتهم بيقول لنا ان احنا التي 4 بنستخدمها في ان احنا نعمل جوين للدبل ستراند الدي ان اي، سواء كان عندها ستيكي اند او عندها بلونت اند، وبنعمل سيلينج للنكس اللي بتكون ما بين الدبل ستراند الدي ان اي مولكيول. لما بيكون عندنا في نك كده ما بين كل دي ان اي مولكيول وبعضه، بنعمل لها سيلينج من خلال الدي ان اي ligases او اللي هو تي 4 دي ان اي ligase. طيب بالنسبه للتي 4 ار ان اي بيعمل فورميشن للريكومبيننت ار ان اي، وممكن ينكريز الريت بتاع الجويننج للبلانت اند اللي موجوده في التو دي ان اي فراجمنت ويز تي 4 دي ان اي ligase. يعني هم لقوا ان في ان التي 4 ار ان اي ligase efficient ان هو يساعد التي 4 دي ان اي ligase ان هو يعني يسرع عمليه ان يحصل جويننج للفراجمنت لو الفراجمنت دي عباره عن بلانت اند مش ستيكي اند، لان احنا عارفين ان الستيكي اند بيبقى اسهل ان هي تتكون، لان بيبقى عندنا في جزء كده بروتروتينج من عند ال 5 برايم وال 3 برايم وبيرتبطوا ببعض، فبالتالي ده بيسهل العمليه. لكن البلانت اند ما بيكونش فيه فبتكون العمليه اصعب، فلقوا ان بيبقى فيه efficiency احسن مع ال T4 RNA ligases ان هو يخلي البلانت اند ترتبط ببعض. بس كده ده كل اللي المفروض نكون عارفينه عن ال DNA ligases، وان هي انزيمز ان اللي بنستخدمهم في المانيبوليتنج انزيمز. كده احنا خلصنا كمان الكاتيجوري نمبر 3 بتاعه اللايجيزز. اخر حاجه عندنا الاند موديفيكيشن انزيمز. الاند موديفيكيشن انزيمز او ال DNA اند موديفيكيشن انزيمز هي عباره عن انزيمز من اسمها انزيم بتعمل موديفيكيشن عند الاند بتاعه ال DNA. الاكزامبل اللي عليها زي الالكالين فوسفاتيز، بيقول ان ده عباره عن انزيم بيكاتالايز ان هو يشيل يعمل ريموفال لل5 برايم فوسفات ريزيديو من الار ان اي او الدي ان اي. هو عامه الاند موديفيكيشن انزيم دي عباره عن انزيم بتعمل موديفيكيشن على الحروف بتاعه الدي ان اي عند الاند بتاع الدي ان اي، ممكن تكاتالايز ان هي تعمل ريموف او تاد يعني ده او ده. بس الالكالين فوسفاتيز هو مهمته ان هو بيريموف ال5 برايم فوسفات ريزيديو من الدي ان اي او الار ان اي، استخداماته ان هو زي ما لسه قايلين هو بيريموف ال5 برايم من الدي ان اي او الار ان اي، وممكن يقاد 5 برايم اند مع راديو اكتيف، يعني هو ممكن يشيل ال5 برايم دي الفوسفات العادي ويحط بقى واحد بدله راديو اكتيف، فاحنا كده عملناه ليبلد وهكذا. او ممكن يريموف ال5 برايم من على الدي ان اي فراجمنت او البلازمد علشان خاطر يبريفنت السيلف ليجيشن او الريسيركيوليشن. في الحلقه الجايه لما نيجي نتكلم على الكلونينج هنتكلم على ازاي البلازمد ممكن يعمل سيلف ليجيشن لنفسه من قبل ما نعمل انسرشن للجين اوف انترست او اي حاجه. فهو لو عايز يمنع ان يحصل سيلف ليجيشن بنضطر نستخدم دي ان اي اند موديفيكيشن انزيم زي الالكالين فوسفاتيز علشان خاطر يشيل ال5 برايم فوسفات، فده ما يعملش كاتالايز ان هو يرجع يلايجيت تاني مع نفسه. دي كده كل الانزيمز اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنها النهارده. اتكلمنا عن 4 كاتيجوريز من الانزيمز، اتكلمنا على الدي ان اي بوليميريز لو رجعنا كده،
هنلاقي ان احنا اتكلمنا على الدي ان اي بوليميريزز، اتكلمنا على النيوكليزز اللايجيزز والان موديفيكيشن انزايم، وعرفنا كل واحد منهم بيستخدم في ايه. ركزنا اكتر على الدي ان اي بوليميريزز، عملنا له حلقه لوحده، واتكلمنا اكتر النهارده عن النيوكليزز، هي واخده معظم الحلقه. لان دي اكتر الحاجات اللي بتستخدم او اللي بنحتاجها عشان نعمل مانيبيوليشن للدي ان اي. كده احنا عرفنا ازاي نقدر نعمل مانيبيوليشن للدي ان اي او الحاجات اللي بنستخدمها، شويه تولز كده. من الحلقه الجايه هنبدا نشوف المانيبيوليتنج بتاع الدي ان اي بيحصل ازاي، ازاي نقدر نعمل كلونينج، الانواع بتاعه الكلونينج والحاجات دي كلها. دي هتكون بارت 2 لحلقه الكلونينج اللي كانت نازله قبل كده، ما تنسوش تشوفوها علشان خاطر هنكمل عليها الحلقه الجايه ان شاء الله. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب، وما تنسوش تشوفوا الماتيريال من على السلايد شير، وتشوفوا اللينكات اللي بتكون موجوده في الديسكريبشن عشان خاطر تقدروا تذاكروا منها. شكرا.